شابتر 17 بيتكلم على بور جينجر. بور ايه؟ جينجر. نشوف مع بعضنا كده السمري، الملخص بتاع ايه التشابتر. One day في يوم من الايام، while Black Beauty cab was waiting outside the park. في يوم من الايام طبعا العربية بتاع Black Beauty كانت مستنية خارج مزرعة. He saw a dirty old cab. شاف كده عربية كده قديمة شكلها كده قذرة متسخة. pulled by an old chestnut بيجرها كده حصان قصير كده قزم. it was ginger وكان ده مين؟ ginger. ginger looked very different كان شكلها مختلف جدا. she was thin كانت رفيعة and tired متعبة from too much hard work من العمل الكتير أو العمل الشاق. she looked miserable بدأ كده شكلها إن هي بائسة. and she had a bad cough وكان عندها هي كحة سيئة. she looked at beauty and said وبصت لبلاك بيوتي وقالت ايه؟ بلاك بيوتي is that you؟ هل انت بلاك بيوتي؟ she told black beauty her story بعد كده بدأت تكلم بلاك بيوتي على قصتها. قالت له طبعا ان جنتلمان بوت هير راجل كده جنتل اشتراها منين؟ from the earl من مين؟ earl. then one day after a long gallop بعد كده طبعا ايه في يوم بعد ايه ركض طويل او مشي كتير. here all the problem مشكلتها ايه؟ رجعت تاني القديمة returned and here back hurt again وضهرها وجعها مرة تانية. she was sold to a man وهي اتباعت لراجل هو هذا a lot of cabs عنده ايه عربات كتيرة and horses واحسن. she worked hard اشتغلت بجد all week طوال الأسبوع without any rest بدون أي راحة. she wished she were dead واتمنت الموت. طبعا ده كناية على ايه؟ على العمل والجهد الشاق اللي هي ايه بتبذله. بيوت was very sad كانت حزينة جدا to hear this ان هي تسمع الكلام ده and to see ginger وان هي تشوف ginger like this ان هي تشوفها في الحالة ايه دي. before her driver قبل ما الساق بتاعها دروف اوف يعني ياخدها ويمشي. they put up their noses together حطوا طبعا انفهم جنب مع بعض and said black beauty you are my only friend قالت لها ان انت الوحيدة اللي صاحبتي او انت الوحيد صاحبي. a few days later بعد ايام قليلة جدا beauty saw a cart شاف عربة with a dead chestnut horse in it he thought it was ginger هو يعني اعتقد ان هي جينجر لان هو كان شاف ان ايه حصان ميت جوه هي عربه فافتكر ان ده ممكن يكون ايه هي يعني. and that all her problems were over وان كل مشاكلها طبعا ايه انتهت. one day في يوم من الايام a wealthy looking lady سيده غنيه جدا got into the cab دخلت ايه الكاب اللي هي العربه. she said Jeremiah Parker is that you هل انت جيرمايا باركر؟ How are Bully and the children? Bully عاملة ايه والأطفال؟ Black Beauty discovered from Jerry's answers اكتشف طبعا Black Beauty من الإجابة بتاع جيري إن دي اسمها ميس فاولر. ميس ايه؟ فاولر يعني هو ايه يعرفها. Who's a lady كانت سيدة. Bully once worked for في يوم من الأيام اشتغلت معاها مين؟ بولي. She asked Jerry وسألت جيري how do you find the cab work in winter عامل ايه في شغلك في الشتاء. قال لها I know Polly was worried about you last year قالت له ان انا عارفة بولي بتكون قلقانة عليك او كانت قلقانة عليك العام الماضي. Parker said yes mom it was a hard winter كان شتاء قار صعب جدا and I had a bad cough كان عندي كحة سيئة جدا. ميس فاولر سيد طبعا ميس فاولر قالت له ايه قالت له I know people who want good drivers or grooms
أعرف ناس اللي هم عايزين سواقين جيدين أو سياس. If you stop working، لو أنت هتتوقف في يوم من الأيام عن العمل on the cabs one day let me know، دعني أعرف. جيري سانك ميس فاور طبعا شكرها and he seemed very pleased، وكان مبسوط جدا. ده طبعا ايه اللي هو السامري. تعال نشوف مع بعضنا الكويشنز، الأسئلة كده. question number one بيقول I work hard، أنا أعمل بجد all week with no rest، بدون راحة on Sundays. I wish I was dead، كنت أتمنى لو أنا كنت مت. مين اللي قال الكلام ده؟ لا الكلام ده طبعا جينجر، قالته جينجر لمين؟ تو بلاك بيوتي، لبلاك ايه بيوتي. وين زي مات؟ لما هم تابلوا باي تشانس، باي تشانس يعني بالصدفة. اوتسايد بارك، خارج ايه مزرعة. تفهم ايه من الكلام ده؟ ان هي اخبرتها، she told him، اخبرته how hard your life، قد ايه حياتها كانت صعبة او شاقة. as a cab horse، كحصان بيجر ايه عربية. في نمبر 2 how was ginger، ginger اللي هي كانت عاملة ايه when black beauty saw her، لما شافها outside the park بره ايه الحديقة. نقول له she looked old، كان شكلها كده يبدو عليها ايه العجز، يعني كبيرة في السن، وكانت كمان سن رفيعة and tired، وكمان ايه متعبة. from too much hard work، من ايه الكلام ده؟ من العمل الشاق الكثير جدا. وكانت حياتها miserable، she was miserable and had a bad cough، وعندها كحة ايه شديدة. question number 3 بيقول black beauty is that you، مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده طبعا جينجر. طبعا ده سؤال كومنت ناخد بالنا منه. to black beauty when they met by chance outside the park، لما تقابلوا الصدفة بره ايه المزرعة. why was ginger sold to a cab driver، ليه جينجر اتباع لمين؟ لسائق عربية. هير باك هيرت اجين، طبعا ظهرها ايه اتعور مرة اخرى. وان دي افتر لونج جالوب، بعد ايه مشي طويل. شي ووز سولد، يعني اتباعت. تو مان هو، لراجل. هاز ا لوت اوف كابس، عنده كابس كتير، عربيات كتير. اند هورسز، واحصنة. وده نقول له كمان she was forced، أجبرت to work hard، إن هي تعمل بجد all week، خلال الأسبوع كله، without a rest، بدون أي راحة. number 5 how did black beauty feel، شعر بإيه when he met ginger outside the park، لما قابل جينجر برا المزرعة. نقول له he was very sad، كان حزين جدا. to see ginger، ان هو يشوف جينجر like this، يعني نقول طبعا ان بلاك بيوتي felt pity for her، يعني شعر بالشفقة من اجلها. number 6 بلاك بيوتي you are my only friend، انت صاحبي الوحيد. مين اللي قال الكلام ده؟ قاله جينجر to بلاك بيوتي. when they met، لما تقابلوا outside the park، كتابله بره ايه المزرعة. before here driver، قبل ما الساق بتاعها ايه ظروف اوف، ان هو ايه يغادر. question number 7 بيقول لي how did black beauty feel، شعر بايه black beauty when he saw the dead chestnut horse، لما شاف الحصان القزم اللي كان ميت على العربة. هو توقع طبعا ان الحصان ده يكون مين، it was ginger، يبقى نقول له he thought it was ginger and that all her problems were over، وان مشاكلها كده انتهت. who was miss Fowler، مين هي miss Fowler؟ she was a wealthy lady، كانت سيدة غنية جدا. that Polly once worked for، ان ايه بولي في يوم من الايام اشتغلت ليها او معاها. ونقول له ان هي كانت ست طبعا ايه كايند، عطوفة.
She was a kind lady and she liked the Parker's family وحبت عيلة مين؟ Parker and helped them وساعدتهم. Question number 9. How do you find the cab work in winter? I know Polly was worried about you last year. مين اللي قال الكلام ده؟ أنا هنا نقول له comment. اللي قال الكلام ده Miss Fowler. To Jerry Parker. She knew he had a health problem. كانت عارفة إن هو عنده مشاكل فين؟ مشاكل صحية. And that it was difficult for him to work in winter. وكان صعب عليه جدا إن هو يشتغل فين؟ في الشتاء. Question number 10 بيقول لي Yes, mom, it was hard winter and I had a bad cough. مين اللي قال الكلام ده؟ Parker. طبعا قالوا لمين؟ To Miss Fowler. نقول له he told her أخبارها that he had a bad cough إنه عنده كحة شديدة and that it was difficult كان صعب عليه جدا for him to work for a long time إنه يشتغل إيه فترة طويلة جدا okay how long hours in winter إنه يشتغل ساعات أطول في الشتاء. Question 11 آخر سؤال مع بعضينا كده بيقول if you stop working اللي توقفت عن العمل in the camps one day let me know comment مين اللي قال الكلام ده؟ قاله طبعا Miss Fowler. قالته لمين؟ To Jerry Parker. He had a health problem كان عنده مشاكل صحية and that it was difficult كان صعب جدا for him to work انه يشتغل in winter في الشتاء فهي عرضت عليه offered to help him if he wanted ان هي تساعده لو هو عايز. ده بالنسبة للي كان معانا في chapter 17. اتمنى ان احنا نكون استفدنا. thank you goodbye.